رجعنا معاكم في الديوانية، تحياتنا للي انضموا لمتابعتنا على مارينا اف ام ومنصاتها المرئية. زميلتنا هزار معدة نغم الصباح ابو كمير تسلم عليك. تقول عندي فوبيا من الارقام. تعرف فوبيا الارقام؟ فوبيا الارقام ديسكالكوليشن. شنو؟ ديسكالكوليشن. يا سلام عليك. حاضرين ترى انا عندي المخارج بس انتم ما تعطوني فرصه. اي ديسكالكوليشن سهله هذا مال الارقام يعني. هذه هي تقول اتحدى ابو كميل يعرفها بالانجليزي. هي تقول كذي ديسكالكوليشن. قول لها دق عليها قول لها هتسمعني ديسكالكوليشن يا هزار. بس خلاص خلاص بليز. خلاص اتوقع الحين يعني نغم الصباح اذا يبون مترجم اعتقد انت حاضر. حاضر حاضر والله زين. ايضا احنا في هذه الاثناء ينضم لنا محمد فهد النشمي. نعم. هو مخرج ومصور فيديو وعنده بيرسونال بلوج جميل جدا. راح نسولف عن شغله في الانستغرام وراح نتكلم بتفاصيل كثيره يعني تخص عمله. صور فيديو بكاميرا قيمتها 80 دينار وهالفيديو خلى اداره تسويق كاس العالم في قطر من لجنة المشاريع والإرث 2022 يتواصلون معاه علشان يصور لهم دعاية. مساك الله بالخير يا محمد وحياك الله في الديوانية. النور يعطيكم العافية جميعا. يعني حيا الله ابو فهد. الله يحييك خليك يا هلا والله بخير. الله يسلمك. شلونك عساك طيب؟ الحمد لله طيب. انا اعرف ولد عمك ولا محمد خالد؟ محمد خالدي ولد عمي. ونعم ونعم والله ونعم. الكاتب. نعم فيك وفي نعم. هو مهتم بالجانب السينمائي والجانب احنا العكس الدراما. انت مهتم بجانب التصوير. أنا مهتم بجانب التصوير الإعلاني. الإعلاني بالضبط اللي يكون تجاري أكثر، اللي يكون على دعايات وعلى أشياء جديدة من ناحية شون الواحد يستخدم الكاميرا، شون يطلع بأفكار جديدة حق أنك تطلع بدعاية حلوة خلال دقيقة واحدة. زين القصة اللي أنا قلتها كاميرا قيمتها 80 دينار هالفيديو خلى الجماعة في قطر المسؤولين عن ملف كأس العالم يتواصلون معك وتصور لهم دعاية. صح. عطني القصة. هذه أول شيء لازم تعرف شيء عني. أنا أحب شيئين حياتي يعني أكثر شيء أموت على الكرة. أحب الكرة وأحب التصوير. حلو. فهي شلون بلشت؟ أنا كنت مستخدم الكاميرا هذه الجو برو اللي موجودة هذه قدامك بعد نفسها. نعم. نعم. قيمتها 80 دينار. فكنت أنا توني جاي مقدم استقالتي من شركة كنت أشتغل مهندس. وقلت أبي أطلع بفكرة جديدة، فاستخدمت الكاميرا هذه الجو برو وصورت فيديو عن الكويت. حلو. بطريقة جديدة، شيء اسمه ترانزيشنز يعني بشكل جديد. فمن نزلت الفيديو هذا كنت منزله بتويتر، أذكر نمت وقمت يوم اللي بعده ولا الفيديو واصل 150 ألف. ما شاء الله. ايه أول شاء الله. فيديو اللي يعني اللي يصير اي ما تليفوني مو راضي يوقف تليفوني، فهذا كان شيء جديد علي. ومن ضمن المشاهدات كانت لجنة اللي هي إدارة التسويق مالت كأس العالم داشين علي. محمد وايد عجبنا شغلك، هذه فكرة وايد راح تلوق على كأس العالم، نبي نسافرك نجيبك قطر وتصور لنا دعاية. حلو. بالهذا عاد انا صار فيني يعني تستاهل. صار فيني كره تقول لي اوه تصوير نفسه وكاس عالم. وكاس العالم اقوى واكبر ايفنت لعشاق كره القدم. بالضبط بالضبط. فرحت هناك اول شيء كان بس عندي اجتماع وياهم عشان اعرف شنو بالضبط اللي يبونه، فكان كان فيديو بس اني كانت دعايه حق قطر كدوله قطر يعني شنو الاشياء اللي عندهم هذا، وكان نفس الوقت انه مقدمه حق كاس العالم. تذكر من قاعد معاك هناك في ذاك الوقت اجتماعكم؟ اجتماعنا واحده اسمها افراح والثاني اتوقع انه كان اسمه عبد الله. نعم. اللي اذكره. تمام. فهم اللي كلموني اول شيء، وهم كنا قاعدين وكان يمي اذكر بعد سامول ايتو كان يمي. وكانوا جايبين فرانك ريكارد بعد. فطبعا ما كانوا بيانا بالاجتماع بس يعني هم كانوا عندهم شيء ثاني، بس انه شيء حلو انه انت تحب الكره وانت قاعد تطالع صحيح المشاهير هذي اللي قاعد تتابعهم من زمان يكونون على طاري. عندك فوبيا من شنو على سؤالنا؟ فوبيا؟ ايه ما خاف من شيء انا. يا سلام عليك. والله شوف فوبيا انا قبل كنت اخاف هم من المرتفعات. ايه بس عالجت المشكله انا هذه. شلون؟ نطيت من طياره.
والله انت دمرت الكونسبت كله. لا نط خلاص تعود والله الحين ما قمت اخاف. انا رايح 75 دور عبد الله بران واقف على البلكونه. ايه انا اطالع من النص كذي ما اروح صوب البلكونه تخيل. عشان 75 دور اللي في سنغافوره. والله يعني الفوبيا عندي للحين بس ما شاء الله فعلا. بس لازم تواجهها. نطيت من طياره؟ نطيت مع يعني طبعا باراشوت مو بس النار. اي ادري قصدي نطيت ومن بعدها خلاص ما قمت اخاف يعني نفس قبل الموضوع هذا. زين معانا اتصال. الو روان. هلا والله. هلا والله حياك الله شلونك؟ تمام الحمد لله بخير شلونكم؟ هلا روان. تمام الحمد لله. هلا قولي لي. شقول؟ دق علينا. ترى داقين علي؟ احنا داقين عليك شلون؟ انت داق علينا شارد عليك هذا شلون؟ لا 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 ابد. لا والله صدق؟ زين عندنا سؤال. تفضل. شنو الفوبيا اللي عندك؟ ايش اقول ايش احكي؟ الفوبيا هذه امي زرعتها فيني. كنت يوم من الايام اتوقع ان ولفت مو المتوسط اي زين او خامس شيء كذي وكنت كانت حرارتي نار وشرار. اوكي. قبل المدرسة جايتي توكلني بنادول أول مرة أنا بحياتي أشوف البنادول. زين. أكلي بالعي وأنا ما أعرف أملأ وأشرب قلاصين ماي وخاص على الصبح تصورت. إحنا الفوبيا إحنا رحنا بقصة فيها تفاصيل. أي هذه القصة أقول لك أمي زرعت فيني الفوبيا من ليوم أنا ما أكل الحبوب من الدواء. إن شاء الله ما تاكلين. إن شاء الله ما تاكلين. إن شاء الله ما تاكلين. لا بس تعلمت. خليني أقول لك شلون تعلمت. إي شلون؟ انجبرت اني اكل حبوب لما حملت كل الادويه حبوب. ميديسن ميديسن. حلو 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 يعطيك العافيه. عليك نفس النفسي. زين ممتاز بالعكس خوش مثال للتغلب على الموضوع بسبب يعني احتياج قسري مثل ما يقولون. يعطيك العافيه روان شكرا. يا هلا يا هلا. لحظه انتوا دقيتوا عليها ولا هي داقه؟ هي داقه؟ انا اشوفها هي اللي داقه هي بس ما ادري انا استغربت. زين نرجع الى ضيفنا محمد فهد النشمي عقب ما شفنا الفيديو مال قطر وشلون تواصلوا وياه من كاميرا قيمتها 80 دينار وهذا امر ان الابداع ما له سقف والمشاركه في اي محفل انت تطمح انك تتواجد فيه ترى مو لازم تتكسر مياديفك لان تقول ما عندي امكانات. امكاناتك هي عقلك شلون انت تقدر تستغل افكارك وتوظفها. صح. بالشكل الامثل عشان توصل لهدفك. صح. دخلت مجال الاخراج والتصوير والامور هذه هذا من غير دراسه كهوايه شغف؟ هذا اي بالضبط هذا كان شغف. يعني انا كلش ما درست الشيء هذا. انا كنت خريج جامعه اريزونا ستيت كمهندس كيميائي وهم اشتغلت انا بعد بالنفط هم كمهندس. بس مع الوقت لما تكون هوايه الواحد وده يكمل وده يعني انه يعرف زياده على الموضوع هذا لانه في شغف. فمع التجارب مع الوقت اللي استخدمه احطه حق التصوير هني الواحد يبدع زياده لانه وده يوصل حق شيء اللي هو حاطه بباله يعني. فهذا اللي كان حايشني انا نفس الوقت يعني. ممتاز بالعكس. شنو احسن من انك انت تعيش الحياه في انك انت تشتغل بالشيء اللي تحبه بالمجال اللي تحبه؟ صح. ترى هذا من يعني من النادرين اللي يعيشون مثل الحاله. صح. يعني انا في فتره من الفترات اشتغلت في وزاره الشؤون تقريبا 21 سنه. الموضوع بالنسبه لي ما كان ممتع. اللي ممتع لما دخلت وانا بالشؤون دخلت الاعلام يعني المجال الاعلامي وبديت هنا اتعلق. اللحظه اللي قدمت فيها استقالتي من وزاره الشؤون حسيت بمتعه العمل اللي يرتبط في رزقك يرتبط في مشاعرك تكون انت مسخر له كله بكامل قواك وطاقتك. صح. انا نفس الشيء. انا لما كنت بالنفط يعني كنت قاعد اشتغل كمصور بعد نفس الوقت يعني بس انه شنو كنت محدود انه بس بالويكند اقدر اصور. ونفس الوقت كمهندس لما كنت اشتغل بالنفط كان قاعد تزيد علي المسؤوليات قاعد تزيد علي الشغل فما عندي وقت اني اطور من نفسي لما اكون انا بشركه يعني هذه اولويتي حق الشركه هذه. فلمن قدمت استقالتي هني خذيت الموضوع جد زياده اني اجاب الموضوع ادرس زياده اشوف الاشياء اللي اقدر اسويها اللي تخليني ابدع بشغلي. فبالضبط لما انت تركز على شيء انت حابه طبعا الابداع راح يطلع. زين اف ار ان دي شنو هذا؟
اف ار ان دي فرنت توني قاعد اشوف نفسي بالله. لا هذا بس ما ادري كابوس شعري من امريكا بس لان الباقي الاي يعني عايزان على الاي عبالي انت مفصله. لا لا وين مفصله زين شعري تمام. عندك تصوير المقطعي والشعاعي شنو هو؟ اي واحد المقطعي التصوير المقطعي والشعاعي اللي مصوري فيديوهاتي. انا اشوف انا طريقه تصويري يمكن تكون مختلفه عن الاشياء اللي انت تشوفونها. انا وايد احب اني استخدم شيء اللي هو اسمه جرين سكرين الخلفيه الخضراء اللي انا اقدر والله اشيل الخلفيه واركب اي شيء اللي انا ابي. انت تتحكم انا اللي اتحكم الكروم هي اللي تكون الكروم الخضراء. ف انا اتوقع هذه الناس اللي حبوا شغلي استانسوا على الفكره شلون انا كنت قاعد اصور والله بغرفه مساحتها مترين بمترين اخلي الغرفه هذه وانا بالكويت بعز الصيف اقدر احولها لي كني انا بسويسرا قاعد بنص الجبال. صح. فهذه الافكار هي اللي تخلي الواحد يعني صح. الفيديو يشد الواحد انه وده يكمل يشوف الفيديوهات يعني إنه عشان كذي شنو مساحه الخيال في الكرياتيفيتي يعني عشان تكون مبدع ايش كثر انت لازم تكون خيالي صراحة يعني بالمجال هذا لازم الواحد يكون very creative. هذا شيء يعني أساسي إن شلون تطلع بالفكرة هذه شلون تصير very creative. هذه المشكلة يعني أنا اللي أنا إذا والله حاشني أو يالي مشروع تصوير أول شيء أسوي أخذ المشروع أشوف شنو المطلوب. أول شيء أسوي أنقي أغنية ومن الأغنية هني الكرياتيفيتي يطلع. يعني ما شلون أشرح لك إياها بس إنه الأغنية هي اللي خلاص من تسكر عينك تدري إنه والله شفت سويت أنت هذا اللي بوصل لك. الكرياتيفيتي مرتبط بالخيال بالضبط. اليوم لما شو تشجع أي نادي؟ أنا أشجع فريق أنا أرسنال وريدينج. أوه ريدينج زين شنو سر يعني ريدينج؟ أنا كنت مولود بريدينج. قبل كنت أتغشمر عند مع الشباب أقول لهم إيه أنا أشجع ريدينج فزنا على فريقكم. بعدين استوعبت أنا لا والله صدق قمت أحب الفريق فقمت أشجع. زين ريدينج ستة شجعونا يمكن. بس اليوم لما تشوف اللاعبين المبدعين لما تتكلم عن موهوب أرسنال أنت قلت لي أرسنال مثلا تيري أونري دينيس بيركام فيرا الإبداع عنده في خياله. انت تشوف في حركه بيركامب اللي طقه ولف نيوكاسل على نيوكاسل هذا اللاعب متخيل الموضوع ترى ما سوى عبط. صح. هذا خيال اللاعب. صح. عشان كذي خيال اللاعب مرتبط بابداعه. اللاعب اللي ما عنده خيال ياخذ كره سلم باص وما يلعب السهل بس هذا ما عنده حته الابداع في كره القدم. صح. بس اللاعبين هذيلي شايفين الحركات اللي مسوينها فلما يسوونها احنا نتفاجئ بس هم هذه طبيعتهم لانه هو نفس اليوم انت فهد عندك محمد عفوا عندك يعني فيجن وعندك طريقه تنفيذ غيرك وايد مصورين ما يسوونها. هذا اللي يفرق. انا اتوقع اكثر شيء اللي يخليني ابدع بالشغل اللي انا اسويه هو ان الشيء هذا وانا قاعد اشتغل عليه مستانس. صح. هذه وناستي. يعني ما يصير انا والله اشتغل بشيء وانا ما اكون مستانس ما راح اعطيه 100% يعني ما راح اعطيه كل جهدي. ف وانا مستانس عادي عندي يعني الفيديوهات اللي انا اسويها تاخذ مني تقريبا كشغل فوق ال 40 ساعه 45 ساعه والله. فاذا انا ما كنت مستانس على الشيء هذا ما راح ما راح اكمل احس انه والله ودي اخلصه بسرعه عشان بس اعطيهم اي شيء. نعم يعطيك العافيه. في احد يساعدك في هذه الافكار ولا هذه تعتبر دعايه لي؟ لان انا شنو في شيئين اللي انا اسويهم في الاخراج او في الفيديوهات اللي انا اسويهم بروحي. في الاخراج اللي مع شريكي انا حمود الخميس مبلشين شركه ونعم. انتاج الله ينعم حالك الله يوفقك اجمعين ان شاء الله. فهذه شركه الانتاج اللي هي كور فيجوالز ناخذ مشاريع اللي تكون كبيره مع شركات اكبر والبجت اكثر. الفيديو هذا كان يكون فيديو شخصي اللي انا اشتغل عليه من الى من التصوير للتمثيل اللي قاعد تشوف الناس اللي بالفيديو وانا اللي طالع فيهم بس طبعا لابس مثل غناء علي. فهذه الفيديوهات لا انا بروحي اللي انا اسويها بس الحلو الطريقه انا ودي اوري الناس انه والله حتى لما تكون بروحك تقدر تطلع باشياء اللي كانها في فريق عمل كامل قاعد يشتغل على الفيديو هذا بس تقدر انت
تطلع فيه. انا يعني بدوري اقدم لك شريكي فهد كميل يوميا في برنامج الدواري. شريكي ميرو. ميرو هو دي جي وتبي ينزل لك جير ما عنده مشكله. جفت ماكينه ترى انا الكاميرات محموله قوي. لا ان شاء الله نجيبك تصوير. بس ما شاء الله انت مخرج ومصور يعني. ومصور اي انا الاخراج توني ادش بالاخراج بس ما شاء الله كمل ما شاء الله. اي لا حبيبي عساك على القوه. زين الله يقويك. منو من الـ 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 الأشخاص اللي ودك أنت يعني تتعاون معاهم وتقدم عمل ضخم كغزدك شركة؟ أي يعني منتجين مخرجين أيا كان. مخرجين يعني في وايد مخرجين ودي أشتغل وياهم يعني خاصة بالكويت. إحنا ما شاء الله عندنا الإبداع ما يوقف ما شاء الله وايد عندنا. إحنا مثل عزيز جسمي، جاسم الحربان، جاسم المهنة، يعني في ناس ما شاء الله ما أقدر أوقف إني أسولف عنهم. نعم. بس اللي ودي صدق اشتغل وياه عزيز الجسمي. عليه ما شاء الله افكار ابداعيه يعني ما تشوفها بالكويت. يعني ما شاء الله تفكيره عالمي. وانت يعني تفتخر ان تشوف واحد كويتي يقدم شيء اللي حتى لو كان مقدمه بامريكا يفتخرون صحيح بالفيديو اللي يسويه. صحيح. يعني في ما شاء الله وايد وايد. ما جت لك فكره انك تخوض تجربه السينما ولا الدراما؟ هذا خلي حق ولد عمي. بس بالعكس يصير في صح مشترك. صح عائلي يعني ليش لا. شوف الدراما والمسلسلات والافلام احس ريض يمكن انا عليها الموضوع. ليش؟ هذا ليش شو اللي ينقصك؟ مو اللي ينقصني كثر ما انا احس تفكيري حاليا اكثر بالفيديوهات اللي انا اللي قاعد اسويها بو دقيقه. احس ان فيديوهات الدراما للحين ما عرفت شلون اخرجها. طبعا للحين انا قاعد اتدرب، للحين قاعد ادرس يعني. ما احس انه وصلت انا الحد اللي اقدر اوصل له. على وين شايف نفسك انت يعني الدعايات؟ في الدعايات يعني. الدعايات انا اشوف نفسي بدعايات يعني والمنتجات. اصعب فيديو محمد فهد النشمي سواه شنو هو؟ كشغل فيديو الكولا اللي اشتغلت عليه. وكميل يعني هذا هذا الاعلان يستحق استديو تحليلي. اي والله العظيم كان كرتون بيبسي شريت. الله هذا الحمد لله انه كان في بقاله ورا بيتنا. زين محمد فهد النشمي هو قلنا له يختار الاغنيه الجايه. اختار اغنيه الفنان عبد الله رويشد ابو خالد من البوم ليل السوالف اللي تم انتاجه عام 1993 شو الاغنيه؟ تركتيني شماتة. ليش خليتها حتشوف بلسان البشر؟ فسأله شكلك متعور شكلك. لا يلا رجعنا معاكم في الديوانيه. تحياتنا اللي انضموا لمتابعتنا على 94.4 مارينا اف ام ومنصاتها المرئيه. ضيفنا محمد فهد النشمي مخرج ومصور فيديو في اول ظهور له في الاعلام بعد ما قدم نفسه في البلوج اللي عنده في السوشيال ميديا وتحديدا في صفحته في الانستغرام. اليوم قاعد يسولف عن انتاجه اللي امانة ابهرنا فيه جميعا. وانا ادعوكم جميعا لمتابعة حسابات وحساب محمد النشمي في وسائل التواصل الاجتماعي. محمد شنو حسابك؟ حسابي على انستغرام اللي هو @mlnashmi. أم النشمي. النشمي. آت أم النشمي. آت أم النشمي. جميل جميل. شلون تشوف التصوير في الكويت؟ هل له مستقبل واعد؟ الحين أنا أشوف مع ظهور التواصل الاجتماعي أشوف أن له مستقبل وايد قوي بالكويت، مو بس بالكويت بس خليجياً وعالمياً. التصوير يوكل خبز وزيادة. يوكل كيك. يعني بطل تدريب منين ها؟ زين اليوم الجديد اللي يقدم في هذا العالم شلون انت تحاكي التطور؟ شلون تطلع عليه؟ هل في كونفرنسز؟ هل في ورش عمل خارجيه؟ شلون انت يعني تطور من قدراتك؟ هو في شيئين يعني في خاصه اليوتيوب والإنستغرام أنا أشوفهم كمدرسة خاصة يوتيوب. يوتيوب أنت لما تسوي فولو ناس معروفين يعني بأمريكا ولا بأوروبا ولا أشياء كذي، يعني في وايد ناس مبدعين اللي أنت تقدر تتعلم منهم.
فتقدر تشوف الاشياء الجديده اللي هم يسوونها، طريقه التصوير، طريقه الاخراج اللي هم يطلعون فيها، فانت هني تاخذ انسبيريشن حق الشيء هذا. وغير كذي في كونفرنسز عالميه اللي تصير بامريكا باوروبا، خاصه حق الكاميرات والمعدات التصوير، تصير يعني فرضا بامريكا فيها واحده بفيغاس تصير كل سنه على 3 ايام. هني كل شركه، شركه كاميرات ولا شركه معدات، يروحون الكونفرنس هذا اللي بفيغاس ويعرضون شغلهم ويورونا شنو الجديد اللي بينزل اللي عندهم. فهني احنا ناخذ فكره، نشوف الاشياء الجديده، ونشوف يعني مع الاشياء الجديده انت تقدر تشوف، يمكن تقدر تغير اخراجك، طريقه تصويرك واشياء كذي، نقدر ناخذ فكره. السؤال يعني بس حق ابو كميل اللي لاهي عنه، شنو يعني كونفرنس؟ الكونفرنس مال التصوير اللي هو الاشياء الصينيه. كونفرنس يعني مؤتمر. مؤتمر إيه. انا حسيت اتكلم عن تصوير الاشياء الصينيه. في بعد التصوير بالاشياء المغناطيسيه بعد. انت حين رايح اكستريم الحين، خلنا على احنا تونا هواة على قدنا. لا تاخذنا بالليفل الثاني. انزين شنو احدث يعني ما وصلت له الان، الشيء اللي للحين ما شفناه لكن راح نشوفه في هذا العالم، شنو التقنيه الجديده مثلا؟ التقنيه الجديده اللي حتى انا ودي اشتغل على الشيء هذا الحين، تخيل وصلنا لمرحله الحين بالتكنولوجيا من ناحيه مجال التصوير والاخراج، اللي حتى الحين لما تخرج ما تحتاج مصور، ما تحتاج واحد يكون ماسك الكاميرا، الحين في جهاز آلي. نفس ما احنا قاعد نشوف شلون المايك راكب على العمود هذا، يركبون كاميرا على الستاند وتخلي الجهاز هو يسوي لك الحركه اللي انت تبيها. والله تحط له انه تبي انه ياخذ لقطه من هالصوب لهالصوب خلال 3 ثواني يمشي عليها، يعطيك الحركه هذه. كل شيء الحين قام يصير آلي بعد، لان في اشياء بني ادم ما راح يقدر يسويها مهما حاولت. الجهاز هذا اللي يسمونه البولت هو اللي يعطيك الحركه هذه ديتيل، يعني انت تدخل في داتا انتري تحطها وبالنهايه تحصل على النتيجه وفق ما ادخلت انت. بالضبط، تحط الثواني تعطيك الحركه بالضبط، اللفه اذا تبيها تعطيك الروتيشن والاشياء كذي هي تعطيك، وانت تحط بس الداتا وهي تعطيك. ما جربت تصور مباراه؟ اصور مباراه تحب الكره؟ لا اصور مباراه لا، بس يعني صورت دعايه رياضيه يعني. يعني قصدي انت ما مو راغب، يعني انت تبي اشياء تتحرك مثل اي لا ان انت قصدك مباراه يعني مباراه مباشره يعني. إيه إيه لا هذه ما صورتها ما يعني لا انت لا مو مجالي يعني مو مجالك يعني. لا مو مجالي اللي يكون فيه. اي نعم. إيه قبل الختام عساك على القوه يا محمد النشمي، بالتوفيق ان شاء الله. يعطيكم العافيه. واحنا بمارينا اف ام اعتبرنا يعني الميديا تول اللي انت تعرض فيها انتاجك، وباي امر تحتاج في المارينا دائما تلقاها على يمينك. يعطيكم العافيه يا جماعه، قواكم الله. والله ما قصرتوا، الله يسلمك. قاعده طيبه، استانسنا والله. احنا استانسنا والله. بعد يور فوتو از نايس somebody to look for. Thank you. Thank you. Sure. أنا دارس بالثانوية هو ببريطانيا، أنا كنت بأمريكا. فيعني قول له سالفة أبو نبيل بدر العيسى لما جانا. إيش قال لك؟ أبو نبيل يقول لي روح، قلت له بدرس بلندن. قلت له بتعلم لغة. فهو سهالات. إيش قال؟ كان يقول لي روح لندن 6 أشهر تعلم وتعال، حسب الله رايح البحرين. تحياتنا لأبو نبيل. أبو نبيل من زمان فولي موب. أبو نبيل تبي أروح لندن 6 أشهر؟ حاضر. عادي ها؟ إيه عادي، روح 6 أشهر تعلم لغة وارجع. زين عليه أبو نبيل. محمد يعطيك العافية وقواك الله.